الاساتذه الكبار دائما بيبحثوا عن الاعمال الكامله لكبار الكتاب زي جمال الغضاني وزي الاعمال الكامله لحسن حنفي وزي الكتب الفلسفيه. اقول لك في اتجاه هذا العام لقراءه الكتب السياسيه التي تشرح الاوضاع التي تحدث في العالم زي ما يحدث في الصين وما يحدث في روسيا وما يحدث في الشرق والغرب، لان في قلق لدى المجتمعات حول الظروف السياسيه الراهنه والمحيطه في العالم كله وحول مستقبل الوطن العربي ومستقبل مصر. ففي اتجاه هذا العام في اقبال على شراء الكتب بشكل كبير، يعني بشكل يعني ملحوظ انظر الى الخارجين من المعرض من كل البوابات كيف يحملون شنط الكتب في ايديهم. هو ده اللي انا بساله عشان نشوف اتجاه الاتجاه رايح فين. الاتجاه رايح للكتب السياسيه زي ما حضرتك بتقول، اتجاه رايح للروايه اكتر، فنقدر نحلل شويه او يبقى في جزء مساعد في مساله التحليل ان المجتمع رايح